تعالوا نشوف أسئلة حضراتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده سؤال صعب أوي ده. السلام عليكم، اسمي كذا، بلاش أقول اسمه طبعا بعد ما شفت السؤال. والله يا شيخ بأمر بأزمة مالية، وأحد الأشخاص عرض علي بأن أبيع فص كبد ومعاه إيصال أمانة إلى غير ذلك من بقية سؤال. البيع يا إما البيع يا إما الحبس. طبعا يا حضرات ده سؤال تقرأه خطير جدا، والله والله خطير جدا. يعني تخيل ان واحد يتصل بك تليفونيا بره السؤال ده، فيقول لك ده انا في كرب شديد جدا، الشخص ده يعني، وعنده دين كبير وعنده اولاد، ويسدد الدين يا يتحبس، وبالتالي لو اتحبس هيبقى عنده بنات، طب مين هيعولهم؟ مين هيرعاهم؟ هتبقى ازمه كبيره جدا. هتيجي انت عندك احتمالين اتنين ما لهمش تالت، اما ان يكون هذا السائل او اللي اتصل بيك تليفونيا صادقا، واما ان يكون غير صادق. طب لو صادق تبقى بلوه كبيره. ده احنا نسال امام الله عز وجل، والله ده امر خطير. انه ده النبي عليه الصلاه والسلام كان يستعيذ بربنا يقول اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. احنا بنقول ده في اذكار الصباح والمساء، في الاذكار اللي بيداوم على الاذكار هيلاقي الذكر ده، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر، مش كده؟ مش احنا دايما ندعي نقول كده الكفر والفقر؟ يعني ايه اللي قرن دول ببعض؟ شوف الفقر ده خطير جدا. لما يصل الحال انك تلاقي واحد في ازمه شديده جدا، يصل الامر يقول لك طب انا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ اخش السجن واسيب بناتي؟ اسيب ولادي؟ ولا ايه؟ ابيع نفسي؟ طب يبيع نفسه؟ طب بنيجي بقى احنا كمشايخ بناخد المساله من جهه فقهيه بحته. بيع الاعضاء او حكم الاعضاء، البيع والتبرع بالاعضاء. التبرع بالاعضاء دي مساله خلافيه، لانها من القضايا الفقهيه المعاصره، يجوز او لا يجوز؟ فريق قال لا يجوز. ليه؟ لانه من شروط الهبه زي البيع كده ان تكون مالكا للعين. انا دلوقتي عايز ابيع لحضرتك الموبايل بتاعي، ده لازم يبقى بتاعي. طيب ابيع لحضرتك موبايل المخرج؟ لا مش بتاعي. طب اديهولك حتى هديه؟ ما هو مش بتاعي، ما هو اللي ما ينفعش ابيعهولك، ما ينفعش اديهولك هديه يعني، مش كده؟ يبقى انا اكون مالك دي. ففريق قال انه الاجهزه بتاعت الجسم ديت مش ملكك اصلا، ده انت مؤتمن عليها، انت لازم تحافظ عليها. هذا فريق اول، كان منهم الله يرحمه سيدنا الشيخ الشعراوي، الموضوع ده مرفوض تماما. وفريق تاني قال لك لا استنى بس، دي المصلحة والشريعة الإسلامية جاءت لرعاية مصالح الناس. طيب لو احنا خدنا حاجة من واحد عشان نحيي بها بني آدم تاني على سبيل التبرع، وهو الجسم ممكن يشتغل بكلى واحدة بدل اتنين، قصة بقى الأطباء هم اللي يحكموا فيها مش تخصصنا احنا. فإنه طب ما فيش مضرة على الإنسان المتبرع، ما فيش أي أذى هيلحق بيه، الدكاترة بيقولوا كده، وبعدين احنا هنحيي بني آدم تاني، وبعدين عملنا الاختبارات والتحاليل والفحوص، الفحوصات الطبية، فلقينا إنه ما فيش أي مشكلة لا للمتبرع، ما عندناش اي مشكله خالص، عايز اللي بيتبرع بالدم يعني، ما عندناش اي مشكله خالص، وانه في بني ادم تاني اشرف على الهلاك، وده في حياه لي، وده ما بتتباعش على سبيل الايه؟ التبرع. ففي راي فقهي معتبر محترم اجاز التبرع، انما البيع ده اصلا مرفوض. مرفوض بالنسبه لمين؟ بالنسبه للبائع، مش بالنسبه للمشتري. ما في ناس بتسافر بره تعمل زراعة كبد وخلافه، وبتبقى مضطرة انها تشتري عشان تعيش، عشان تحيا، وبتاخد بالاسباب، مفيش اي مشكلة في ده. انما احنا يصل الامر عندنا واحد يبيع فص كبد عشان ياكل ولاده، عشان يسدد دينه؟ اين المسلمون؟ تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب؟ يعني اكرمكم الله، في كلاب بيجي لها ريش ولحوم وبتاع
وبيتصرف عليها آلاف مؤلفة. لازم وحتما ولا بد وكلاب حراسة. يا سيدي انا ما اختلفتش. البني ادم اللي ربنا كرمه، البني ادم اللي ربنا كرمه يصل به الحد الى انه يبيع فص الكبد عشان يصرف على عياله؟ لا. في اين المسلمون؟ بلاش بلاش اين المسلمون عشان ما نزعلش حد. اين بني ادم؟ ماشي كده. انت زكاة مالك تديها لمين؟ القرآن لما امرني ان انا اخرج زكاة مالي، بس عشان نصحح مفاهيم عند بعض اخواننا، يعني القرآن لما قال لي خرج زكاة مالك انما الصدقات لمين؟ للفقراء. انتوا عارفين يعني ايه فقير يا حضرات؟ الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه. طيب هو ديانته ايه؟ انا ماليش دعوه. ايه ديانته؟ ايه دي؟ ما اعرفش. هو انا اروح اساله انت صليت الصبح النهارده ولا لا؟ انت بتعبد ربنا ولا لا؟ مش قصتي، مش موضوعي. انا عندي واحد في ازمه اديله من زكاة المال. يعني انا ينفع عدي واحد غير مسلم من زكاة المال؟ طبعا، اذا كان محتاج، اذا كان فقير، اذا كان مسكين، اذا كان غارم، اذا كان هيضيع لو ما دفعتلوش الفلوس ديت. فين الناس بقى؟ احنا اين المسلمون؟ هل يا ترى يعني لما نيجي نتكلم عن جمهورية مصر العربية، نتكلم عن المملكة العربية السعودية، نتكلم عن دولة الامارات، نتكلم عن الكويت، اي رقعة ارض، اي بلد فيها مسلمين فيها بني ادمين، تفتكروا حضراتكم ان جمهورية مصر العربية ما فيهاش فلوس تسد حاجة الفقراء؟ لا والله العظيم فيها. اصل ربنا ما بيظلمش حد. فالبلد دي نزل فيها المشكلة. فين بقى؟ ما جاع فقير الا بتقصير غني، لانه الغني اثر في دوره. بس في نقطة، الاغنياء وكلاء، ربنا علمنا كده، والفقراء عيالي، فان بخل وكلائي على عيالي اخذتهم ولا ابالي. ما ينفعش، ما ينفعش يا حضرات والله. يعني رسالة توجع قلبك. انت بتقول انت احنا دايما بنفترض حسن النية. انت بتفترض ان الرسالة دي صحيحة 100%. لو صحيحة 100% تبقى كارثة، تبقى كارثة. ان احنا عندنا في امتنا واحد بيبعت لك سؤال يقول لك انا عايز ابيع كبد عشان اسدد ديني، عشان هدخل السجن، ولادي مش هيلاقوا عائل ليهم. وصلنا الى هذا؟ يقول لك يا عم ده الرسائل دي بتيجي كتير وناس. طب يا سيدي انت مش هتخسر حاجة لما تبحث. لما هو السائل باعت بيسألني من الناحية الفقهية، اديني اجبت من الناحية الفقهية، تبرع بالاعضاء او بيع الاعضاء، اتكلمنا من الناحية الفقهية. احنا بنتكلم دلوقتي واحد يبيع كبد عشان يصرف على عياله؟ ليه؟ وفين الناس؟ وبينما في ارصدة في البنوك مئات الالوف وقد تصل الى الملايين، فين ده؟ يعني ما جاع فقير بين ظهراني موسرين، يعني اي فقير يضيع في وسط مجتمع في فلوس وفي ناس مبسوطة الا كان الله خصيمهم يوم القيامة. اول حاجة ربنا يجيبهم كده يوقفهم يحاسبهم يوم القيامة. الا كان الله خصيمهم يوم القيامة. ازاي ده يجوع في وسطكم؟ ازاي ده يصل الى هذا الحد يا حضرات؟ الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. عافاكم الله من هذا، من هذا الهم، عافاكم الله من هذه المذلة. يبقى نشكر ربنا على نعمة انك مش عليك حاجة لحد، انك تبحث عن ناس غارمين وتسدد دينهم. عجبني قوي فكرة قريتها قريبا كده من فترة كده في الاخبار، انه في ضابط شرطة ابتكر فكرة انه يكلم الضباط اصحابه وحبايبه ان صح الخبر يعني، وياخدوا زكواتهم. انت زكاتك ايه؟ 1000. طب هات. وانت 2000؟ او طب وانت 500؟ هات زكاة. خدوا جمعوا زكاتهم مع بعض ضباط شرطة، وبدأوا يسددوا للغارمات او الغارمين بصفة عامة، الناس اللي دخلت السجن اللي مسجونة عشان 2000 جنيه ولا عشان تلاجة ولا عشان بوتاجاز، دفعوا لهم وخرجوهم لأهلهم. والله فكرة رائعة طيبة. إن صدقت وصح هذا الخبر، والله أنا بشكرهم على الهوى وجزاهم الله خير الجزاء. ليه ما نعملش ده بقى في مجتمعنا؟ ليه ما نعملش ده؟ ليه ما نعملش التكافل الذي جاء به الإسلام؟ معلش يا حضرات، يعني أصل السؤال بصراحة السؤال يحرك مشاعر أي حد. ما ينفعش، ما ينفعش. والحي اللي ساكن فيه الأخ ده
هيسأل أمام الله عز وجل، الحي اللي هو ساكن فيه هيسأل أمام الله، إزاي ده في وسطكم كده؟